بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سنلخص درس الدال والمدلول وتدعيمه بالأقوال والأمثلة كالعادة. نبدأ إن شاء الله بتعريف الدال وتعريف المدلول. من أجل فهم الدرس جيدا يجب أن نعرف ما هو الدال وما هو المدلول. الدال هو عالم الألفاظ، أي الدال هو القيمة الصوتية، يعني بمجرد أن نسمع كلمة نعرف المعنى نتاعها مباشرة. مثال: أقول لك زقزقة فمباشرة تعرف أنه صوت العصفور، وهكذا. أما المدلول هو عالم المعاني والمحتوى الذهني أو الفكري أو القيمة التي تحملها الألفاظ. مثال على ذلك: كلمة حرية لها معنى ومدلول فكري، وكل إنسان يختلف في تفسيره للحرية، يعني لا يوجد تعريف ثابت لها، وهكذا. مقدمة: كما اعتدنا في تلخيص مقدمة، البعض يشتكي ويقول المقدمة صغيرة نوعا ما. أنا أقول له هذه مجرد تلخيص لمجموعة من المقدمات، يعني عندما تفهم هذه المقدمة بشكل جيد تستطيع صياغة مقدمة طويلة إن شاء الله. مرحلة طرح المشكل: لكل واحد منا جملة من الأفكار والتصورات والمشاعر في ذاته، وهو في حاجة إلى التعبير عنها بغية التكيف مع المواقف التي يواجهها، وهذا التعبير لا يتم إلا في شكل اللغة أو في شكل لغة. إذن هل العلاقة بين اللفظ ومعناه هي رابطة ضرورية منبعها محاكاة الطبيعة، أم إنها اصطلاحية توافقية؟ محاولة حل الإشكالية: نأتي إلى القضية. القضية الأولى: العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة مادية وطبيعية وضرورية. 2- يرى بعض الفلاسفة أنه يكفي سماع الكلمة لمعرفة معناه. يرى أفلاطون، وهو من رواد هذا المذهب، بمجرد سماع كلمة نعرف معناها ودلالتها، فكلمة زقزقة تشير إلى العصفور والمواء للقط. يؤكد علماء اللغة أن بعض الحروف لها معاني خاصة، مثال: حرف الحاء يوحي بالانبساط والراحة، مثال على ذلك في كلمة حب وحنان وحياة. أما حرف الغين هو حرف حزن، مثال على ذلك كلمة غدر وغم وغرق. ندعم قولنا بقول فيلسوف بينفست: إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية، بالعكس هي ضرورية. نأتي إلى نقد هذه القضية: كيف نفسر إذن تعدد لغات ما دمنا نعيش في طبيعة واحدة؟ وكيف نفسر تعدد الألفاظ للمعنى الواحد، مثل كلمة سقيم هي نفسها مريض وعليل؟ كيف نفسر ذلك؟ إذن هنا نحن نقد في القضية. نأتي إلى نقيض القضية: العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية وتعسفية واصطلاحية فقط. كاسير يقول: إن الأسماء الواردة في الكلام الإنساني لم توضع لتشير إلى أشياء بذاتها. 3- الكلمة والرمز والإشارة لا تحمل في ذاتها أي معنى ولا أي مضمون إلا إذا اتفق عليها أفراد المجتمع. كلام منطقي لحد الآن. كلمة تلميذ مثلا تختلف من لغة لأخرى، وهذا يعني لا علاقة بين الدال والمدلول. تجي الكلمة تلميذ بالعربية تروح لها بالفرنسية بالإنجليزية، كل كلمة تختلف عن أختها، يعني لا علاقة بين الدال والمدلول. ويقول كاسير: بقدر ما يتقدم النشاط الرمزي بقدر ما يتراجع الواقع الفكري أو الواقع المادي. 6- اللغة هي تعبير عن الواقع كما يدركه الفكر. نقيض القضية: نشير إلى أن هذه الجانب الثاني أو نقد القضية الثانية يبدو في هذا الطرح نوعا ما من فيه نوعا من الموضوعية. مثال: كلمة حرية مثلا ليس لها ما يطابقها في الواقع المادي، يعني كل إنسان يختلف في تفسيره لكلمة الحرية. ولكن نركز على نقيض القضية هنا ونقول: وهذا لا ينفي وجود الكثير من الرموز والألفاظ التي تحاكي الطبيعة. ألفاظ التي تحاكي الطبيعة مثلا مثل
صوت خرير، منين جاء كلمة خرير؟ جزء من الماء، هكذا يعني. التركيب، نأتي إلى التركيب بين القضيتين أو نتجاوزهما إلى طرح ثالث. نشير هنا إلى أنه يوجد طرح ثالث سنتكلم عليه إن شاء الله. بالتركيب نقول: ما دام الإنسان يحيا في وسط مادي ومعنوي معا، فمعنى هذا أن الألفاظ منها ما هو محاكاة للطبيعة، ومنها ما هو اصطلاح بين بني البشر، ومنه ما يتجاوزهما معا. ولعل ما قصدته الآية الكريمة في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هنا أشرنا إلى أنه فيه طرح ثالث. الخاتمة، عصارة القول: إن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ضرورية واعتباطية، فلا يمكن تصور عالم الألفاظ اللي هو الدال بدون عالم المعاني اللي هو المدلول، لأن الطبيعة عاجزة أن تستوعب كل الألفاظ. شكرا لحسن انتباهكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة عفوا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.